مشاهدينا متابعينا الكرام، اندفعت الجياد والافراس عمر الاربع الى خمس سنوات الباحثه عن انتصارها الاول في سجلها السباقي، نزال على مسافه ال 1400 متر، الكل يبحث عن المركز الاول فلمن يذهب؟ سنتعرف بمشيئه الله بعد نهايه هذا الشوط. الانطلاقه لجيل يبدا مع المسار الداخلي في المركز الاول في نزال وتنافس ما بين جميع الاسماء الباحثه، هنالك بنت يهمه تاتي في المركز الثاني، من يذهب ايضا من المنتصف صف من البحث الآن، وجيل في الصدارة، محاولات كايخ يبدأ أيضا في المركز الثالث، فيما الصراع لا زال في بدايته، وجيل في الصدارة وكايخ يبحث في المركز الثاني، من يأتي؟ هنالك أيضا محرية تأتي للمركز الثالث مع محاولات لزملوقة للإتيان في المركز الرابع، المنعطف والمسافة تنقضي، والأربعمائة متر المتبقية، جيل مسيطر في انطلاقة رأسية حتى الآن، من يأتي؟ لا زال جيل في الصدارة، هنالك شبل جريت يأتي مندفعا بكل قوة لانتزاع الصدارة، شبل جريت يتقدم للنزال، يذهب للانتصار، حتى الآن زملوقة تأتي في المرتبة الثانية، فيما شبل جريت بالفعل بطلا لهذا الشوط ويحقق أفضل مشاركاته ويعلن انتصاره الأول في سجل السباقي. ألف ألف مبروك.